مرحبا بالناس ديال لطيفه. مرحبا بيا المره الثانيه عندك حسله. مرحبا لاله اختك حبيبتي لطيفه، بارك الله فيك. مرحبا بك ومرحبا بالناس ديالك، كيحس لينا الشرف نبانو عندك فلاشين. راه انا متتبعه ديالك بيان سور، فريمون كيعجبوني هكا لي مدام اللي كيديروا هكا واحد المحتوى اللي كيجي زويون، كيجي ظريف، كتوري هكا بلايص لي غزالين، منهم هاد المحل ديالنا ديال فولار سيداتي. الناس اللي باقي مازال ما عارفيناش، حنا واحد المغازا كنديروا لي فولاغ ولي شارج جميع الانواع والاشكال. بيان سور لي كارت انتريسي مرحبا بها. راه حنا متواجدين في اكادير بالضبط ان زكان قصريه شهرزاد، وديجا عندنا باج ديالنا انستغرام معروفه. اييه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف كما العاده. مرحبا بكم. وعندكم محلات اخرين من غير هاد المحل؟ بيان سور عندنا محلات اخرين، ولكن على حسب اللي كانت انتريسي تقدر انها تجي عندنا لهذا المحل هذا. ومرحبا بها بيان سور، راه حنا بنات هنا بيناتنا، يعني اللي بغات راحتك وكيوريوك البنات حتى كيفاش تقادي الفولار الا ما كنتيش عارفه تقادي مزيان وداكشي. وكيعطوك الخاطر حتى كتلقاي الفولار اللي بغيتي اللي واتي لك اللبسه او الجلابه ديالتك. صراحه فريمون ليله الله يعمرها دار بنات المستوى ومحل في المستوى، من بين المحلات اللي كيعجبوني انا في اكادير واختصاص ديالهم لي فولار ولا شي. بيان سور حنا كاين فينا واحد، المهم حنا كاين لونطوغاج ديالنا في انزكان، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن راه كيديبلاصو عندنا الناس من جميع المدن. تخيلي معايا تخيلي معايا فهاد الصيف هذا راه الناس وهلي وهلي منين جايين من سويسرا، جايه المغربيه من هنا اللي تبن المغرب وكذلك، يعني كيحس لينا الشرف والله العظيم. حيت اصلا عندكم حتى لا كاليتي تبارك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وعلى الجمله راه ديما راه كنقول لكم البنات راه لي انا قاتك دائما مع فولار سيداتي، يعني حطيها يعني ما حدك معانا ما حدك دائما غادي تكوني انيقه، يعني بلي شال ديالنا وكذلك مع لا كاليتي، يعني ما غاديش دي شي حاجه وتقولي زوينه زوينه ما زوينهش، غنقول لك ما زوينهش. حنا غاديين. والحاجه الثانيه انا علاش انسيست انني نعاود نجي نصور عندكم، هو تبارك الله لا فيديو اللي صورت لكم الاول وصل 35000 مشاهده. ما شاء الله صراحه جاوا الناس من طرف كلاطيفه، بارك الله فيك، فريمون كيحس لينا الشرف. الله يخطيك الله يكبر بك، بارك الله فيك. والله الا الشرف ليا صراحه اللي جات من طرف ديال لطيفه راه غديروا معاها دي بونخي ضروري. والله الا ضروري. مرحبا بيا في المتتبعين ضروري. مرحبا بكم البنات، راه عندنا جميع الانواع تاع لي شار، يعني بيان سور. المهم غادي نوريكم هكا شي لي زيكزامبل وكدا. وبالنسبه للاثمنه راه انسيستو عليا بزاف غير الاثمنه البنات. الفيديو اللي فات ما ذكرناش الاثمنه حيت كانت تبارك الله ورينا بزاف ديال الحوايج ونسينا صراحه الثمن. غير واحد الحاجه دابا انا بالنسبه للاثمنه، يعني نقدر نقول لك دابا انا الثمن مثلا، ولكن الا جيتي عندي المحل راه غيكون الثمن ديالك خاص، يعني داكشي علاش كنتفادى انني نقول الثمن. ولكن دابا حاليا دايرين دي برومو، دايرين دي برومو في دي شال، كاينين لي شال دايرين فيهم برومو غادي نذكروهم في لا فيديو ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم، بيزوات، الله يعطيك الخير. شحال دايره اليوم؟ دايره فيهم برومو 60 درهم 60 درهم عوض 120 درهم 60 درهم، فيهم دي كولور واعرين فيهم ديرات زوينين مبردين مبردين وغزالين. داش عليا كي سيلا صيفين هما مبردين زوينين غزالين، كيجيو لي شان ديال لي سواغي. كيفاش كيجيو كيجيو زوينين غزال كاين بحال هذا تا هو. شو تا هو كيفاش كيجي فيه لي كولوغ ديالو صيفي. كاين هذا اللي كيجي على هذا الشكل كاين الموف. صراحه زعما كاين لي التلوينه اللي رائعه باش كاين بحال هكا. هادو الا بغيتي تدخلي اختي شي مناسبه داخله ماويه. هاي 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 غزال واعر رائعين. هذا لاسوا تا هو؟ لا هذا مسلين 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 لامي حريري. كيجي توب ديالو حريري كيجي بحال هكا. الناس اللي كيبغيو السامبل هي على الشكل هو كيجي رائع. هذا مع شي تكاشاطه هادشي كيجي خطير. انا هادو
يعني دابا كنوريكم البنات غير الموديلات اللي اختار. اما ديك سايز الجماعه راه تلقيتي حاجه احسن. هذاك الشيء اللي كاين. وانتم دائما تجيبوا الجديد. بيان سور دائما الجديد. شي تاع غزال. اجيت خديت راه على هذا الشكل. جون ولا دوغي. كيبغيو الدوغي جبي. غزال. كلاس في البزاد حتى هما. غزال. الدوغي ديالو ما كيجيش داك الدوغي فلاش. كيجي داك الدوغي زوين. غزال. شويه تاع هو تاع خطير شي لوينات جديد فريمون كيجي بردي هي النوار هو فيه اللوينات هذيك خدات لوكوش غيبان ليها شي يبان ليها كثار من هذا الخير ان شاء الله ان شاء الله كاين عاوتاني بحال هكا هي مقلاد واعر زوين خطير شي تكشيطه اختي هذا ديال شي تكشيطه النواغ ديال هذا الدوغي هذا شديد النواغ ديالو كيجي فونسي مع شي عزايا مع شي كيليفا غزال هو كيجي فن عرفتو لي زيستخاس ديالو كيفاش لي ديطي ديالو كيفاش داير خطير رائع داك ديجا لي ديجا شفتي شفتي هو فن زوين مبرد هي كتجي لك هاد المناسبات شي حاجه زوينه وكاين عاوتاني على حسب الناس هما التلوينه اللي ديال هاد ديال هذا هي التلوينه ديالها واخا بخير هذا مرون شويه ولكن ماشي مشكل راه تبارك الله المحل ما تيخواوش والناس تتقيس بزاف تاخذ راحتها الحمد لله ما شاء الله كتجي على هاد الشكل تي كتكون خفيفه تي كتجي خفيفه ومبرده وكاينه لامبريمي ديالها هي لامبريمي ديالها حتى هي لامبريمي ديالها حتى هي فيها زواقه وحده كتنسي في الاخرى وهذه الثمن ديالها دايره 180 درهم هذه بروميير شوا هذه الثمن ديالها راه فليكس يعني باين واضح شتي كيفاش دايره فين هما هذوك 60 ديال لوي فيتون اليوم لي مارك لي غزال فني والثوب راه ولا اروع راه الثوب ديالو الثوب زوين ديال كوتشي الثوب ديالو كيفاش داير غزال بارد يلاه انا داك السلام لا لا صدق بصح والله يعطيك الخير شي معاك تحط معاك تثبت كيبقاش ازلق هذا كاع ما تحتاجي ليه لا فنيته ولا حتى شي حاجه كتثبت كتجي فنيونه معاك دار معاك تثبت تجي غزاله وقات بزاف يعني راه شي شويه من بزاف يعني فيها زواقه كثير ان شاء الله هادو سمات الله شي زواقات اللي فيه اللوين واحد كينسف في الاخر يعني كيف ما قلت لكم دابا هذا الخير هذا شويه من بزاف هاد الكراضي عاوتاني فيها اللوينات هاد الصيفيه شويه
يعني كيف ما قلت لكم حنا كل نهار كيدخل الجديد يعني ما كيبقى لاباج ديالنا تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما كتخواش هكا من الجديد يعني ديما كنبارطاجيو معكم الجديد ما شاء الله. كاين عاوتاني هاد الموديلات هما لطيفه هما اللي هادو هما اللي هما ليك خا ليك خا لي كاين عاوتاني هادو ديال المناسبات كاين يعني عطا الله الخير هادوك لاسوا فين هما فوق هذاك اللي في الخنق هذاك اللي في الخنق لاسوا ديال لاماركا هما ديال لي مارك كيجيو على هاد الشكل كيجيو تاع لي مارك يعني لاصوا ديال لا مارك الناس اللي كتبع لا صوا ديال لا مارك وكاين هو كذلك لاصوا المزوقه على حسب كل وحده وشنو كتبغي ديال الدونطير على هذا الشكل تا هما خارجين واقيلا طوندونسي كاين دابا اللي كيجي على هذا الشكل هكا تا هما يجيو زوينين في المناسبات تا هما فنانين غزالي يجي رائع ضروري البوني في التحت وعلى حسب اللي كتبين الشعر مزيان اللي ما كتبينش الشعر ضروري غادي دير البوني ماشي شي ابخاتي كاين عاوتاني هذا ديال الدونطي الناس اللي ما كيبغيوش كاع الدونطي اللي حطوه في القدام كاين اييه هذا ما تحتاجيش كاع البوني هذا ما تحتاجيش كاع البوني كتشدوه كاينين ماشي زاري كيجي رائع واعر هذه جيرا دخلتها الباج راه ديجا مصوراهم هي شتك وفيهم اللوينات ديالو هذا اللوين غزال جا تقدري ديري هكا تقدري ديري هكا على حسب كل وحده وشنو بغات هاي الشكل كيفاش كيجي زوين زال صحيتكم خبز ولا كيجي هكا هي كيجي طب ما كيجي ما والو كيجي فن زويني انا بديت باش الجديده اللي كندير مع لي شوميز كتعقدي داك العقده في اللور تجي زوينه صراحه كتجي فنه وكتخلي راسك فيها تحركي ما كتبقاش مضاربه معاها هكا وكاين عاوتاني بحال هكا ها هما الزواقات اللي في يعني فيه زواقات اللي كثار رائع هذا تا رائعين شوفوا الوجه بغي الوان صيفيه صافي هذوك ها هما غزال هذا تا هو يعني فيهم لوينات واحد كاين السيك في لاخر شوف شي لوينات ديال الصيف يا اختي يا سلام الوان صيفيه 100% يا سلام صيفيين غزالين كاين عاوتاني هكا هي لوينات فنين كاين واحد كاين السيك في لاخر غزال شوف عاوتاني هكا الناس اللي كيبغيو لاباس تكون بيضاء وفيها اللوينات حتى هذا هكا دائما تنقول لك لوحات فنيه ديما حيت تبارك الله ما شاء الله هاد لي شالادو ديال الكريب كتكون فيهم واحد الميلونج الوان زوين كاين سيف لاخر تقدري تاخدي واحد الشال ضروري تكوني لابسه غير سامبل تبقاي تبدلي بيناتهم صح كيجيو زوينين وراكم عارفين دابا الصيف هذا واغلبيه الالوان على الغوز اييه الاونو تاختي الاونو تاختي الناس ديال الوردي باربي الباربي اصلا دابا داك التشالنج ديال ديال باربي زوين اللوينات بزاف يعني ما غاديش نقدر البنات نوريكم كلشي كنحاول انني على البخير لاباس كنحاول انني نقرب لكم غير بصح الموديلات اللي ديسبونيبل عندنا وصافي هذاك الشيء اللي كاين هما ديال المناسبات هادو عاوتاني الناس اللي كيبغيو هادو المهم حتى ديال العصر على حسب كل وحده فاش كتفتحو صافي شفت كيجي بهذا الشكل تيجي خفيف كيبان خفيف غزال بيان سور اللي عاوتاني كتبين الشعر كتبين الشعر اللي ما كتبينش دير بوني كيجي زوين ويصور زين كيف اللوينه ديالو هو اللوينه ديالو زوينه فيها هكا البرونز فيها كاع الالوان اللي كنحتاجو وهنا الغزالات ديالي جيت كنقيس لكم هكا دي موديل ديال لي شال بالنسبه لهاد لي شال هادو ديال لي كرا شريف ديال الامارات صراحه واحد الحاجه اللي غزاله مبرده ما كتحسيش بانك دايره شال عرفتي خفيف خفيفه البنات ومبرد والحاجه الزوينه اللي كتعجبني في لي شال ولا لي فو لي شال بصفه عامه لا لي كرا او لا لاسوا او لا موسلين تيكون فيهم الطول واحد الطول
محترم كتلعبي بالشال ديالك كيف ما بغيتي صراحه، وكتحسي براسك راكي دايره ان شال دو بون كاليتي الصراحه والله العظيم البنات. وهذا عاوتاني ديال المسلين صراحه شي حاجه حتى هو رائعه، وهكا يجي هكا مع تكيشطات مع قفيطناس في المناسبات اولا حتى الا كنتي معروضه هكا بالليل مع شي لبسه هكا فنين. وهادو راه فيهم بزاف ديال التلوينات، هنايا عاوتاني رجعت ليكرا حتى هي فيها بزاف ديال لي موتيف، بزاف كاين لي هكا بحال هادي ما فيهاش لي زاستراس، الناس اللي ما تفضلش لي زاستراس راه فيها بزاف ديال لي موتيف وبزاف ديال الالوان، وكاين تبارك الله لو شوا فاش تختاروا. وراهم تيديروا خدمه توصيل المغرب كامل، جميع مدن المغرب كيوصلوا ليكم لي شال ديالكم في ما كنتو. وبالنسبه لتوقيت العمل فهم راه كيفتحوا مع 9 ديال الصباح وكيسدوا مع 9 ديال الليل. وهنايا كيف ما كتشوفوا جات واحد السيده هكا تختار شال اللي غادي يواتي لهاد اللبسه. صراحه هاد اللبسه عجباتني، راه سولتها فين خيطات فين خيطات هاد العبايه ديالها، وقالت عطاتني النمر والتليفون ديال الخياط. ان شاء الله الا كنتم مهتمين غنشارك معكم الخياط فين جا ونشارك معكم كل شيء. مهم دالا واحد ديزاين زوين. بالنسبه لاختي اللي اختاروا معاها هو هاد الشال ديال لاسوا، صراحه جا مواتي بزاف هذيك اللبسه، لحقاش فيها كاع دوك الالوان اللي كاينين في هذيك البيصه، بالنسبه حتى الحجر اللي كاين فيها باش منبته راه كاين في الشال. كيف ما كتشوفوا هنايا البنت اللي مع حسنه فاطمه الزهراء هكا كتقيس السيده هكا الفولار كيفاش غادي يجيها مع اللبسه، هكا كتشوف هي بعينيها وتا كتقتنع 100% بالشال، عاد هي عاد كتاخذو. المهم كيعاونوك بزاف على الاختيار. انا واحد السيده عاوتاني حتى هي جات جابت الجلابه ديالها وكانت محتاره، ف فينالمون لقاو هذا الشال هذا جاي مواتي بزاف مع هاد الجليديبه. وخلاص راه كاينين هادو ديال هاد لي شال هادو سواري ديال المناسبات باشكال والوان مختلفه، وكاينين حتى هاد لي فولار هادو اللي كيجيو هكا مربعين ديال لاسوا، وكاينين حتى ديال الخيط، وكاينين حتى لي شال ديال الخيط وديال لاسوا ديال الكريب. صراحه كاين واحد لو شوا كبير بزاف واثمنه صراحه اللي مناسبه غابور كاليتي بري. كاينين هاد لي شال هادو حتى هما ديال الخيط صراحه هما فنين ومبردين وفيهم حتى هما لارج شوا، وهادوك اللي في الفوق راه هما كريب دو سوا حتى هما راه عندهم فيه حتى هما رائعين هادو ديال كريب دو سوا، شي حاجه اللي زوينه وعمليه وفيها تلوينه اللي خطيره اللي اي لبسه اي لبسه طاحت لك على البال غتلقاي ليها الشال ديالها. وشوفوا معايا عاوتاني حتى هاد الصواغي خطيره البنات، هذا حمقني حتى هوايا. وكاين واحد اخر حتى هوايا زوين، هذا حتى هوايا فن جي هكا منمر لعشاق الناس اللي كيبغيو هكا النمر هكا لي موتيف ديال النمر. كاينين هادو هادو ديال على ما اعتقد كشخه وقيله ولا ليكرا، المهم فيهم هذاك الشبيكه هكا في القدام حتى هما راه زوينين كيجيو في اللبسه. هنا كنوريكم عاوتاني هنايا عاوتاني هادو ديال الكريب فيه لي زستراس، صراحه راه الا جيتو غتشوفوا بعينيكم احسن بكثير من الفيديو، لان الفيديو بعض المرات كيظلم. مهم بالنسبه للمحل عنده دو زاكسي، هاد لاكسي هادي اللي كيف ما شفتوا من مور صحارى مول، الظهر ديال صحارى مول غير كتدوروا معاه كيبان لكم اونفاس معاكم المحل ديال فولار سيدتي ما عندكم فين تجلاو. مهم جميع المعلومات لا لوكاليزاسيون ولا اي حاجه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بالنسبه للاكسي الثانيه كتدخلوا ليها من البوابه ديال عماره شهرزاد، راها معروفه، انا راه اكسبري خليت لكم هذه هاد اللقطه هذه باش تبان لكم هنايا في الخرجه، راه غادي يبان لكم على يديكم اليسرى غتبان لكم صحراء مول اونفاس معاكم تسلات المغرب، وكاينه كاينه البنك الشعبي هنايا مع هاد الدخيله هذه، هذه هي عماره شهرزاد. شهرزاد غتمشيو معها نيشان غتلقاو المحل. الغزالات ديالي صباح الخير
البارح ما صورت معكم حتى شي حاجه والله العظيم. صافي بقيت مدهيه مع الدراري وداكشي راكم عارفين. وصافي قلت اليوم الصباح هذا غادي نخرج، قلت اول حاجه غنديرها هو غنصور البنات شنو خديت من عند فولار سيداتي. شوفوا ما شاء الله، شوف هذا راه وريته لكم فاش كنا كنوريو هكا لي فولار ديال الكريب، لي فولار ديال الكريب ديال لاسوا. صراحه لوحات فنيه، هذا لوحات فنيه، الضو كيمشي وكيجي. المهم شوفوا معايا كيفاش كي داير، شوفوا الطول بيضه، الطول ديال الشال قداش ما شاء الله. بحال دابا هذا هذا حسنا اللي قالت لي خديه، لان صراحه فيه لوينات زوينين. حيت انا تلفت البنات، راه ما نكذبش عليكم والله الا تلفت صافي بقيت عارفه شنو ناخذ. هذا علاش؟ حيت ها نتوما شوفوا نقدر ندير نلبس معاه شوميز هكا في الزرق اولا في لورونج اولا في الغوز اولا في هذا الفيغ اولا واحد الفيغ هذا اللي حتى هو خرج طوندونس حتى هويا هذا الفيغ هذا هاد الفيغ هذا فونسي. مهم اي لون سامبل، شي شوميز اولا كسيوه سامبل يجي ليا معاه هاد 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 الشال. والارض ديالو راها بيضه صراحه والله الا شي حاجه زوينه زوينه زوينه. والحاجه اللي عجبتني حتى هيايا هذا فولار ديال ماما خديته لماما صراحه ما قدرتش نقاومه، شفت بانت ليا فيه ماما صراحه قلت لها هذا غناخذو لماما. شوفوا تبارك الله بعدا غير الطول ديالو قداش، الطول ديالو ما شاء الله قداش. شوف شوف شوفوا هاد الرشيمة اللي فيه هنايا شحال غزالة كتحمق، مكتوبة فيه الأقصى ما شاء الله. هادو البنات سميتو شريف ديال الإمارات، شريف ليكرا شريف ديال الإمارات، شي حاجة رائعة. وكيمشي كله هكا بهاد لي زاستراس هادو، هو الارض ديالو بلون كاسي اولا بيج، وفي هاد لي زاستراس هادو بالنحاسي وب بلارجونتي اولا البيض. المهم هاد لي زاستراس هكا بالونتروتيان ديال هاد لي شال هادو ما خاصكمش ديروهم في الماكينه بالنسبه للغسيل ديالهم بطبيعه الحال. الماكينه من الاحسن ما تلوحهمش في الماشين لافي، ومن الاحسن تغسلوهم هكا غير بيديكم شويه ديال الشامبوان. شوفوا معايا هذا الصراحه غزال صحتك ماما رائع. شوفوا معايا شوفوا معايا شحال غزال، شوف راه وريت لكم حتى في المحل كانت الاضاءه احسن. غزال 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 شي حاجه اللي واخا درت لكم هكا فوق الشال سمحوا لي، ولكن شي حاجه اللي رائعه. حتى الا عطيتي هكا ضع تعرفتي شنو عطيتي. كيف ما قلت لكم بالنسبه للتصبين ديالو صبنوه هكا غير بيديكم، وحاولوا انكم ما تنشروش هكا فوق من الحبل، باش لانه هما هادو بحال كيزيدو كيتيراو ويطوالوا على هكا فهمتوا البنات. الا خشيتوهم في الماكينه وبديتو كتعصرو ونشرتو حافظوا بحال هاد لي شال هادو تيكونوا زوينين، ما يحتاجوش الماكينه وما يحتاجوش انكم سميتو هكا، غير غطويوه تصبنوه وطويوه وتحطوه هكا فوق شي كرسي اولا شي حاجه حتى ينشف. شوفوا معايا ثم البنات نحاول نخبي هذا الغزال. شوفوا 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 الالوان اللي فيه صيفيه ديال هاد الوقيته، انا كنحمق على الالوان كتبش عليكم البنات. شوفوا دابا فكرت غادي ناخذ ليه يا اما شوميز فهاد لورونج ولا شوميز فهاد الزرق، هذا شي قوي ميجا هكا مبرده اولا. المهم غنشوف شنو غادي نلقى ناخذو ليه، وهذا راه غيبقى باسبارتو اي حاجه لبستها غادي تجي معايا. المهم الغزالات ديالي
اللي مشات عند حسنة فولار سيداتي تقول لها انا من طرف لطيفة باش غدير معاك اثمنة اللي جد مناسبة. راه قلت لكم في الاول ديال الفيديو بنات متتبعات اللي معايا تمشي عندها وتقول لها راه انا من طرف لطيفة وغادي يكون غير الخير، ما يكون غير الخير ان شاء الله وغادي يعجبك الحال ان شاء الله، لان كوني على يقين هاد العذاب اللي شتي اليوم في الفيديو غتشوفي عاوتاني ما اكثر، لان هما يوميا الجديد وعاد السيمانه الجايه راه مدخلين ثاني جديد ولاباج ديالهم انستغرام راه دائما تيصوروا فيها الجديد ديالهم كل نهار. داكشي اللي صراحه الخيال العلمي فلاش على حق الله. مهم زوينات ما تنساو ليش ليا لي لايك، لي لايك البنات عافاكم البنات، لي لايك شي تعليق زوين اولا غير ايموجي اولا قليبات وريضات اي حاجه جات من عندكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش ليا الاشتراك في القناه اللي باقي ما مشتركاش، بغيتكم كاملين البنات توصلوني ل 20000 لايك. انا عارفه ثقه في الله وفيكم باللي غادي نوصلوا لها ان شاء الله عن في القريب العاجل، هذا هو لوبجيكتيف ديالي من هنا القدام ان شاء الله نوصلوا ل 20000 لايك في اقرب مده. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هكا مع احبابكم صحابكم معارفكم باش هكا تعم الفائده. شكرا شكرا حبيباتي، شكرا لدعمكم تشجيعكم ليا كلامكم الطيب حقي. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، ما بغيتش نطول عليكم اكثر من هكا. بزوات لكم والسلام عليكم.